بداية أسبوع مشرقة بالأمل إن شاء الله، أتمناها لكم طلابي في الصف الأساسي الثامن في المدرسة الوطنية الأمريكية لهذا النهار الموافق الاثنين في 23 من آذار. سوف أبدأ بالتمهيد لشرح درس قراءة. الأهداف التعليمية لهذا الدرس: على الطالب إن قرأ نصاً أن يكتشف أنه نص إيعازي، وأيضاً أن يستخرج مؤشرات النمط الإيعازي لهذا النص. نقرأ النص الآتي: للوقاية من وباء كورونا، اغسل يديك جيداً بالماء والصابون، وإياك أن تمسح أعضاء وجهك بيدك قبل غسلها، كما يجب عليك أن تحافظ على نظافتك الشخصية. اترك مسافة بينك وبين رفاقك عندما تتحدث إليهم، لا تلمس أحدا منهم ولا تدعهم يلمسونك، وأيضا لا تضع يدك على أي شيء. ابتعد عن الأماكن المزدحمة بالناس واجلس في المنزل واستمتع بإنجاز واجباتك عبر اليوتيوب. كما تلاحظون أنا قدمت إرشادات للوقاية من وباء كورونا، استخدمت بعض أفعال الأمر وأيضا استخدمت بعض أفعال النهي. فهذا النص هو نص إيعازي، يعني يوجه إرشادات ونصائح للوقاية من وباء كورونا. إذن النص الإيعازي هو أسلوب تواصلي يرمي إلى توجيه التعليمات والإرشادات والنصائح لفئة من الناس للقيام بعمل معين. نلاحظ أنه يوجد في هذا النص مؤشرات قد استخدمتها، وهي يجب أن تتوافر في النمط الإيعازي أو النص الإيعازي. من هذه المؤشرات استخدام الأسلوب الإنشائي. الأسلوب الإنشائي يعني الجمل الإنشائية التي تتضمن أفعال الأمر، أفعال النهي، التحذير، مثل إياك، وأيضا استخدام الخطاب المباشر. فأنا أتوجه بالخطاب المباشر إليكم لكي تتقيدوا بهذه الإرشادات وبهذه النصائح. دائما هناك استخدام للخطاب المباشر، وأيضا نستخدم عبارات الاقتضاء. عبارات الاقتضاء مثل يجب عليك، ينبغي عليك، أو عليك، هذه تسمى عبارات اقتضاء، وهذه هي مؤشرات النمط الإيعازي. الآن نفتح كتب القراءة على صفحة 142 ونتأمل الصورة جيدا. نلاحظ أن هذه الصورة تظهر شخصيتين: الشخصية الأولى من خلال اللباس والإشارة على الكتف والقبعة التي يعتمرها هذا الرجل، نستنتج أنه دركي، وهو من خلال يديه وفمه وكأنه يتحدث إلى الشاب المقابل له. في النصوص الإيعازية من يتكلم أو من يوجه الإرشادات والنصائح يسمى المرسل، أي الكاتب، ومن يستمع إلى النصائح يسمى المرسل إليه. الآن ننتقل إلى عنوان هذا النص: مزمور الدرك. كلمة مزمور الدرك أو كلمة مزمور لا علاقة لها بالآلة الموسيقية، إن كانت المزمور أو المزمار. كلمة مزمور جمعها مزامير، وهي نوع من الأدعية والأناشيد، كانت على أيام النبي داود، وقد جمعت في كتاب الزبور مثل كتاب الإنجيل والقرآن في وقتنا الحالي. يعني هي تتضمن مجموعة إرشادات وأدعية ونصائح. فمن خلال عنوان هذا النص نستنتج
أن هذا النص سيقوم بتوجيه النصائح، وهو نص إيعازي. كما قلت سابقا، علينا أن نقرأ نص مزمور الدرك ونعرف ما معنى كلمة مزمور. كلمة مزمور جمع مزامير داود، مثل ما قلت سابقا، ما كان يترنم به من الأناشيد والأدعية. أن نوثق هذا النص عنوانا، العنوان مزمور الدرك، الكاتب جورج كلاس، المصدر مزامير الصباح. بالتأكيد الكاتب حاضر في هذا النص لأنه استهل النص بضمير المتكلم، يعني قد هيمنت على النص ضمائر المتكلم فهو حاضر في النص. بعد قراءة هذا النص عدة مرات لفهمه جيدا، وأنا أعتبر أن هذا النص من النصوص الرائعة والمؤثرة، لأننا نرى أن الكاتب قد نقل إلينا النصائح التي كان يرددها والده على مسامعه، وهو كان يستمع إليها بلهفة، وكان يسر بالاستماع إلى هذه الإرشادات، وخاصة عندما قال لنا: أشربته فنجانا ثانيا من ركوة صغيرة ليطرب فيزيد، يعني كان يطرب بهذه النصائح. كما ذكر في الفقرة الأخيرة تأثير هذه الإرشادات في نفسه، فقال: نقش أبي كلامه في نحتا أزال مني نتوآت، يعني أزال منه كل ما هو سيء، جعل منه إنسانا آخر نقيا. يعني كان لتأثير هذه النصائح تأثيرا قويا، وهذا يدمج النص الإيعازي على أن يكون تعليمي أيضا. الواجب علينا أن نقرأ نص مزمور الدرك جيدا، بالإضافة إلى الحواشي وإلى سيرة الكاتب في الحواشي، وننجز الواجب في صفحة 146 ألف الرقم 1 وباء الرقم 3. وإن كان هناك أي شيء غير واضح أو عبارة غير مفهومة، الرجاء التواصل معي.